تكرمي. أمي أمي في مصيبة رح تصير اليوم. الله يسترى معنا. شو صاير؟ قولي لي شو صاير مع حبيبتي؟ لا أمي، أوزجة منيحة وبغرفتها. ايه؟ فرهاد وصي وكان معه بنت، حبسها بالغرفة واجتمعت العيلة بدونك، صار نقاش طويل وقال رح يتزوجها. الخالة يا تار ما عم تعرف شو بدها تساوي. كيف هيك؟ ليكي يا زينب، طلعي لفوق وشوفي شو عم بصير. فورا يا خانم. أمي ما بدك تعملي شي يعني؟ عم قلك هو رح يتزوج. أي زواج هذا عم تحكي عنه يا بنتي؟ لا تكبري القصة، أكيد صاير سوء تفاهم. ما بعرف يا أمي ما بعرف. لو سمحتي روحي اعرفي مين هاي البنت ومن وين طلعت لنا. اسكتي. بلا ما اكسر لك راسك، ها امسحي هالدموع وامسكي حالك. خليين ابر يتزوج، شو دخلك؟ خلاص بقى انسي فرهاد. يعني معقول تزوجتي ولسه عقلك عنده؟ حطي عقلك براسك واهتمي ببيتك، كوني زوجة لزوجك وبس. طلعي فيني، اذا بتضلي هيك رح تخسري جنيد. لا بقى تغلطي، انقلعي من خليتي انقلعي. قلي الحقيقة نامه، قلي شو عم تعمل؟ لا تخليني مثل القطش بالزفة. يا تار بس مرة واحدة تعالي ولا تجيبي مصيبة. بالأول انتي وهلأ قصة ابنك. حتى الحجر بجن وقت تدوسي فوقه. نامق حبيبي، شو عم بيصير هون؟ الله يخليك اشرح لي. تعالي يا أختي تعالي، تعالي انتي كمان لأشرح لك كل شي مرة واحدة. الحقيقة هاي البنت اللي اجت هي الدكتورة، أصلي دكتورة ناجحة كتير بشغلها، من الأساس أنا بحبها. وبالصدفة كانت بمحل مو المفروض تكون موجودة فيه، وشافت شغلات ما كان لازم تشوفها. الإنسان لازم يقدر، بس الطريقة الوحيدة قدامنا كان قتلها. إذا ضلت عايشة يمكن تأذينا. معناها هذا كان الحل برأيك؟ إنه يتزوجها ابنه مشان البنت ما تموت؟ فرهاد اختار هذا الحل بهذا الشكل، قال بده يتزوجها وقتها بتصير وحدة من العيلة، هيك منصير قريبين من الشرطة لأنه أخوها ضابط كبير بالشرطة. بس أنا ما وافقت على هي المخاطرة. حقك إنه ما تخاطر نامق، لشو لا تسمح بهالشي؟ أصلاً ما بصير تترك فرهاد يقرر بكل شغلة. خلاص اقتلها وريحنا. يا أختي القصة مو بهي البساطة أبداً. إذا منعمل حركة غلط منكون عم نقطع رزقنا. قتل الدكتورة ممكن يكون غلطة. إذا أخوها الضابط عرف إنه فرهاد هو اللي قتلها، وقتها ما رح يضل لا رئاسة بلدية ولا حتى شركة. حتى أنا كمان رح انسجن. فهمانتك تمام، أنت مو موافق على الزواج. إيه بس فرهاد كأنه حبة للبنت لأنه كان زوجها لحدا تاني مثل عابدين أو أي حدا تاني من العيلة. بمناسبة شو؟ ليش مين السيد فرهاد لحتى يقرر مستقبل ابني؟ خلونا نشوف الجانب المنيح. فرهاد لأول مرة بيقرر يتزوج، كمان هي البنت دكتورة، وانت قلت شغلة منيح وعيلتها محترمة، كمان البنت ظريفة ومو ناقصة شي، حلوة كتير ومثل القمر. شو ضل يعني؟ انت ما عم تفهمي يا دار، صعب تفهمي الوضع. انت كمان مو فهمان الوضع نامق اخي. فرهاد حلمه انه يأسس عيلة، اخذ البنت وجاب على البيت لحتى نكون معه مو نوقف بوشه. انت قلت انه البنت دكتورة، كمان اذا تزوج ابني رح تفيدك بالانتخابات، وقتها بتستفيد انت وفرهاد. كمان فرهاد بيخلص من هالعيشة وبيفكر بمستقبله، مو حلو اذا عمل هيك؟ الزمن اللي كنت تفصلي وتلبسي على كيفك فات يا تار خانم. عرفي حجمك الحقيقي وتصرفي على هالأساس. فرهاد إذا بده يتزوج خاله وخالته هنن بيقرروا مين يتزوج. كل هالسنين عم بياكل من خبزي أنا مو خبزك، صار زلمة بفضلي أنا. بس لا تنسي إنه عقل فرهاد بيوزن ألف حدا مثلك. اللي بيقوله وبيفكر فيه كان الكل ينفذوا على السكت، هلأ بتكون يضحي بحاله مشان يحميكن؟
ما شاء الله، عن جد انتوا أوفياء كتير. الشخص اللي ضحى مشانك بدكم تاكلوه؟ اللي بيسمعك بفكر انه بنى القلعة ورجع هدمها يا يتار. عيب يا اختي عيب. الخبز اللي عم تاكلي هو بفضل ابني، ومو من هلأ من سنين طويلة. اوعك تنسي، لو نطرنا ابنك عابدين مستحيل كنا نعيش. اصل المشكلة عندك انتي، انتي كل همك من القصة هو مصلحتك يا تار. انتي عم تحلمي انه فرهاد يتزوج ويجيب لك كني لحتى ترفعي راسك وتصيري ساعتها بمحل الام، صح؟ على اساس رح يضمك ويقلك امي. فرهاد محاكي من حياته، فرهاد يمكن بس بجناستك يقلك امي. هي حدودك. بدي أعرف إذا الزواج رح يصير الليلة. ما بعرف يا أختي، رح أفكر منيح وأعمل كل حسابات، بعدين رح خبرك. تعرف أي شي بتشوفه أنت أنا موافقة عليه، بس اعذرني أخي بموضوع هالزواج. هالزواج وشو نحس رح يخرب بيتنا. المشكلة هالبنت مين؟ فهمت علي؟ مين هنن أهلها وشو سمعت عيلتها؟ كمان البنت أخوها شرطي. يا ترى بكرة أو اللي بعده رح يحطنا بالسجن. إيه؟ بترجاك فكر منيح. بالنسبة إلي أنا مو مرتاحة، مو موافقة. أمي؟ فرهاد رح يتزوج؟ إذا ما بتطلعي هالسيرة من راسك ما بتعرفي شو رح أعمل. طيب عرفتي شي من خالي؟ تركيني تركيني. فرهاد قعدك على بابا؟ خير شو في أمي؟ مانك شايف إنك تستاهل أكتر من إنك تخدمه؟ آه؟ ليش عم تخلي فرهاد يستغلك ويحطك تحت إيده؟ أمي ما حدا عم يستغلني، أنتي روح قلبك تعملي من الحبة قبة؟ هو ابن خالتي مو هيك؟ إذا هو عم يطلب مساعدتي وأنا عم ساعده، وين المشكلة يعني؟ شوف لوين وصلك، شوف آخرتك صرت بواب عنده. إذا كنت عم بتفكر إنه تصير كبير هالعيلة، فرهاد لازم يكون بخدمتك، مو أنت اللي بتكون لعبة بين إيديه. يلا روح أعمل شي يفيدك. إذا كان بده يحرسها لهالبنت خليه يجيب حدا تاني. أمي أصلاً بعد شوي جاي الأخرس، بس يوصل بروح. شايفة جولسوم؟ أختي كمان جاي مشان تطمن على كنتي. أختي مو منيح تحطي رجلك بالنهر قبل ما تتأكدي إنه صار قدامك، لحتى تعتبريها كنتي لازم وراء الزواج تتوقع بالأول، مزبوط؟ ومشان تتوقع لازم نوافق. اتصل نامق قال وافع على الزواج. الأم وابن البطل قدروا إنه يقنعوه لنامق. بس بتشوفي وقت يصير الزواج بدي خليهم يندموا على اللحظة اللي فكروا فيها بهالقصة. رح أخنقهم ليتار الحقيرة ولهديك البنت الوسخة. رح أخنقهم. طلعي أمي. ها؟ طلعي بدي غير ثيابي. طيب أنا بورجيكي. بنتي. أوبا.
أنا بحبك يا بابا. كأنه عرقان كتير. يلا فوتي على البيت وبدلي ثيابك. ماشي. يلا. بلشي على بكير. من وين طلعت لنا قصة هالزواج؟ مين هي البنت؟ وليش ما خبرونا قبل؟ ما بعرف. هوليا. نعم جنيد بيك. جيبي قهوة لفيلدان خانم. حاضر يا بيك. لا عم بشرب كولا. تركي هالمشروب بقى، بكفي الحالة اللي وصلتي لها. شو دخلك انت؟ إذا متوترة خلينا نفوت. رح خبر خالي إنك عم تعاملني بهالطريقة. خالك نامق بيك عنده أشغال مهمة وهالفترة مو فاضي لك. طيب بخبر فرهاد، شو رأيك؟ خليكي صبورة شوي، صبري وإلا رح يصير شغلات ما بتحبيها. خليها تصير، شو رح يفرق؟ تعرف إنه ما بقى بيهمني شي بهالدنيا بنوب. يمكن وقتها أخلص منها. طلقيني لكن يا فيلدان، طلقيني بقى. لشو لسه عم تعذبي حالك وتعذبيني؟ لو قبل خالي إني اتطلق كنت رح تركض على المحكمة. مثل العادة ما في فايدة منك، فايت نام شوي.